السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ده هعمل طقم بنطلون واسع والتيشيرت بتاعه واسع، وبرضه هيكون من قماش برش، يعني في قماش برش دافي منه المظلة ده اللي هو كده من عميش كده وليه مغرى ناعمة. طبعا ده قماش شتوي بس القماش بتاعته مش تقيلة قوي، بس هو في الاخر شتوي. وطبعا في مطة، هيبقى بنطلون واسع او كاجوال، وهنعمله بطريقة بسيطة جدا. القماش 2.5 متر قماش، هياكل لحد فوق 90 كيلو، لان القماشة بتتمط وفي نفس الوقت هو مفيهوش قصات كتير ان ياخد قماشة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى نقول هنقسم ازاي القماش. البنطلون هو هيبقى بأستيك، البنطلون هيقيس 110 سنتي، هعلم الناحية التانية 110، كده بعد ما فصلنا ال 110 طول طبقناها 4 طبقات، طبقتين وادي 3 أرباع اللي هما 4 طبقات. خليت اللي هي تحت دي 4 سنتي زيادة، هتبقى هي الخلف. ودايما البنطلون بنصممه من الأمام الأول، ده الأمامي. هنزل 28 من هنا، ده الحيك، هيتركب له كور لسه بس المقاس ده يلبس حوالي 80 سنتي او 90. ومن هنا 28، احنا طبعا هننزل بس 28 من بتاعي، باخد من هنا كده 28 من الجنب، احنا مش هنعمل هنا كيرف ولا اي حاجة، 28 بس، نعمل علامة واوصلهم لهنا. هنزل كده دوران شكلها هنا، هطلع 3 سنتي وتشكله كده على الريش. هنيجي هنا للرجل، هنعمل الرجل الأمامية الأول، هتبقى 35 من هنا، وهنطلع كده على مفيش وسط النقطة دي. مش باخد كمية كبيرة في الحرز لأن ده هنكس يبقى واسع في كل قطعة، يعني الجزئية اللي خدناها دي حوالي 1 سنتي، وتحت 3 هنقص الاتنين الأولانيين الأول كده لوحدهم، هو الأمامي طبعا هنا مفيش مكان سوستة أو أي حاجة بالشكل ده. هنا بقص طبعا اللي هما الـ3 سنتي الأمام ومفيش كده، يبقى هنا الظهر عندنا أعلى الـ3 سنتي، وهاجي هدور هقص الأول رجل الداخلي بتاعت البنطلون من هنا لهنا 79 سنتي، وأعلم عليها. هنخلي الظهر بقى أكبر 60 سنتي، وانزل كده على العلامة ودور تاني، وهنا رجل برضه هناخد منها 2 سنتي ونسيب زيادة 2 سنتي عشان يكون الورق أكبر.
بالشكل ده. اهو بصي كده، الجنب هنا نفتحه عشان نعمله خياطة، وممكن نسيبه، يعني ممكن نسيبه من غير خياطة. ايوه نعمل كده اهو كده معانا، نقفل كده. ده الخلف، ده الأمام. كده البنطلون هركبه على جنب كده. هنجيب باقي القماش، طلع الكم وطلع البلوزة. دوت طبعا البلوزة اهي طبقتين كده. هنقيس بقى الطول، الطول حسب ما انتوا عايزينه. هو عامة البلوزة دي الطول ده بيبقى البلوزة بتاعته طويلة، هتقدري تعمليها لغاية الربة، بعد الربة، قبل الربة، يعني في ايدك انت الموديل اللي انت عايزاه ازاي. لكن السيستم واحد، يعني نفس الموديل نفس القصة، الاطوال دي حسب زوجك، حسب ذوقكم. هنعملها دي 85 سنتي، نطبقه كده من هنا ومن هنا. خلاص هنا كده سوا معايا. لما نيجي بقى نقيس كده يبقى المقاس مظبوط، والمقاس مفيهوش اي زيادات. هقيس 85 اهو تاني، تيجي هنا بصي في زيادة، هي دي اللي بتعمل ايه الزيادة نقص 85. كده طبقت أربعة وبقص على أربعة، يعني تبقى لها هيكون بقيس 8 سنتي. أعمل علامة كده وقيس 3 للظهر، يعني احنا بنعمل الـ4 طبقات. الأول نشيل الظهر من الرقبة، وبعدين بنحدد الأمام لوحده. نكمل بقى حدد الرقبة الأمامية، هتبقى 8 تاني هنا. هنسيبها لغاية ما نلف الكتف. هنا هيكون كشف، هيكون واقع، هنخلي 15 بعد 8، وهننزل 22 عشان الكم ده بيبقى واسع. خط الجرم طلع منه الحبة، نقص الأربعة مع بعض كده. هيجي هننزل هنا 2 سنتي للخلفي، هننزل 3 للخلفي، بعدين هنشيل من الأمامي سنتي عشان يكون أقل من الخلفي. نطلع على 0 كده. دول كده بقى الأربعة مع بعض كده بالشكل ده. كده هناخد وسع الباط، طبعا هو مش هيبقى بص الوسع البسط الحقيقي، يعني ده كده اوسع منه، هيكون 33. اشيل بس الزياده دي على بسيط. شكلها زي الفتحه هنا، اعملها 25 سنتي. سيب علامه ونفتح لها علامه من هنا، الفتحة بتاعت
هنشيل من تحت خالص كده، هنشيل من تحت خالص سنتي ونص. واطلع مفيش. ده اليمين نشيل البتنجة في 8 قلنا اهو. وهشيل 1 سنتي كده انا مفيش، وهشيل من هنا 1 سنتي كده الامامي دايما بيبتدي من جوه. كده بطني دول كده 2 هنبنيهم على كده على جوه كده 4 طبقات. ده الكم، ده البيت بقى من القماش. هنشوف هنا دي ايه 26، يعني احنا عايزين الكم يبقى واسع 26 كده كويس. الكم ده هيركبله اسودة بس هيبقى طولها في حدود 10، فانا هنقص من الطول 10 سنتي. لو كل طول الكم هنا دايما الاسود بيبقى اطول من الكم العادي، يعني لو انا هعمله 65 هشيل 5 هينقص بس 5 يبقى نصف عليه. لا انا هقول الاسود 10 يبقى انا هعمل الكم زي نصف 60 سنتي، هيبقى 70 بالاسوره طبعا هو بيتشمر او بياخد ارتفاع من نفسه كده 60. ولا عايز اقصره اقصره، بس هو لو اتعمل مظبوط هيبقى الكم شارع، لازم يكون في طول. اللي هنا حرده الباط مش بتبقى مرتفعه قوي، هقول هعملها 10 كده. بس يعني مش بديكم وتر يعني كده على طول، بس على طول هنا طبعا هيبقى الكم هنا مش ضيق لان هي الاسكوره هتلمه كده. هنخليه 16 سنتي. اوصل من نقطه لنقطه. دي الحته اللي اتبقت هناخد منها القمر. القمر بحسب الاستيك اللي انا هركبه، يعني لو الاستيك 5 سنتي فباخد قده بسيب 2 سنتي خيوط ماشي. الاستيك اللي هيركب هنا هيبقى 3 سنتي، فانا باخد الكميه كلها 8 سنتي. القمر ده هيبقى فيه وصله، يعني ناخد 8 سنتي جزئيه وحته ثانيه ماشي. ده يبقى 8 سنتي، هيركب فيه استك 3، احطه كده واشيل الزيادة اللي من ناحيتي. ده هيتوصل في بعضه كده بالشكل ده. واخد بقى مقص البنطلون توصل كده. طيب كده الاسورة اهي، اللي هنا الرقبة هتبقى 11، ايه 11 كده متطبقة 2 عشان بس ازود ده كده شوية ماشي كده كويس. هنا الرقبة طولها كده 11 سنتي او 10، يعني زي ما انتوا عايزينها. لو عايز يكبرها عن كده يكبر. دي الاسورة كده على جنب، وده اللي هيكون، ده اللي هيكون هيبقى بالشكل ده. وقلنا اللي هيكون بيتاخد بحسب ان انا هلبسه ازاي، يعني بقيس كده مش بقى انا مش هو ملوش مقاس، حسب
الدماغ يعني كده هيخش كويس. حلو قوي كده. ومش هنشيب، مش هنعمله على قد الرقبة بالظبط، غلط، لازم يكون اكبر عشان شكله يكون كويس. بس الشكل ده هنقيس بقى الحتة اللي هي اقل تحت دي كام؟ 22. 22 الصلاة دي دي بس كده الرقبة اهي بالشكل ده. طبعا الكم ده بيتاخد برضو ان انا هلبسه كده يعني بيدخل. طبعا هو كده في زيادة هيسوه ميتاخدش قطعة واحدة يعني، من هنا هيبقى اضيق وهنا اوسع. ماشي هيقيسه كده كده، خليته 9 سنتي وعلم هنا اطلعها كده على اوسع يعني من هنا اكتر واطلع على اوسع عشان تديني من هنا ماسكه وطلع على اوسع اللي بيبقى لها شكل كويس يعني مش حاجه كده واحده خالص. يبقى الزياده اللي كانت فيه يبقى بالشكل ده. وهنا نقدر ناخده كيرف بسيط قوي كده من نص سنتي بس كده عشان ما تدينيش بوزه من تحت. يبقى دي الهيكول، دي اللي رأى الكوهيم، وده القمر. يلا بينا نشوف هنقفله ازاي.
ده كده البنطلون هنقفله، انا حطيته بهذا الوضع ده عشان تعرفوا ايه ده وايه ده. طبعا الناحيه الاطول دي دايما تبقوا كاتبين على دي الخلفي، تبقوا تكتبوا هنا خلفي وهنا خلفي وهنا امامي وهنا امامي، علشان احنا بناخد واحده من الخلفي واحده من الامامي، تمام. وكذلك الامر اشيل دول مع بعض كده، ودول هيتبقوا كده هما الاثنين ايه، خلفي وامامي. طلعوا كده بالشكل ده، بجيب من الديل من الديل كده لحد داخل الوقف. هنقفل الناحية التانية زيها بالظبط. خلاص قفلنا الرجل دي، ودي قفلناها زيها اهي. طبعا ده الامامي كده كده خلاص، هما الاتنين لو يتحطوا على بعض كده هيكونوا مقاس بعض بالشكل ده هنا كده. الخياطة اهم حاجة في البنطلون، الخياطة بتاعت الحجر دول قصاد بعض بالظبط، مفيش واحدة جاية كده ولا واحدة جاية كده. حطهم بالطريقة دي وادبس اهي كده بالدبوس عشان ما يختلفوش من بعض، وابتدي بقى من اي ناحية، يا اما من هنا يا اما من هنا. امسك دول كده اقفل بالشكل ده بالشكل ده. بصوا بقى كده، نبتدي من هنا نعمل اوفر بقى كله ده تاني كده اهو، ونرجع نشوف هنطبقه ازاي بالشكل ده كده. بنتقفل بالشكل ده كده اهو، بقي شكله حلو من قبل ما يتلبس او يتكمل. طبعا هنعمل اوفر وبعد كده ايه، هنقفل الجناب وهركب استيكيل، ممكن هيبقى بالشكل ده جنبي دوت. هنقفل الجناب على طول كده بالشكل ده اهو، لغاية الاخر ده من تحت هنا عشان اقفل لغاية فوق ده الرجل. وانا ليه مش حاطه دبابيس؟ عشان المكنه دوق الايه بتطلع القماش المفروض لوحدها، ما بتطلعش فيه اي زرزره ولا اي كشكشه. اقفل الناحيه الثانيه ونرجع نعمل الاستيك. القمر ده كده من اول هنا لغاية هنا 53 سنتي. طبعا هو لو وسط فيه استيك سوستة مش هيبقى كده طبعا. احنا دايما بنعمل القمر ده وسع الهنش او وسع الصدر عشان نقدر نلبسه من تحت لفوق يطلع بسهولة ويجي عند الوسط الاستيك. طبعا طبعا هيبقى واسع الاستيك طبعا بيلمه بالشكل ده كده. فاحنا بناخد مقاس الاستيك ازاي بقى من اول هنا كده، يعني بناخد نص القمر الامامي او الخلفي، يعني بناخد الشريحة منه بالشكل ده. طبعا احنا هنقص منه قطعة كده، هنقفله من هنا هركبه ازاي. طبعا ده النص، ده نص هنا هنحط النص على النص يعني الجنب على الجنب، لكن مش الامامي لان احنا هنقفله من هنا. طبعا هنقيس الاول كده اهو المسافة، هنخلي الاستيك بالظبط كده في فوق والباقي بتاعنا اللي احنا هنخيط منه كده. طيب قبل ما نقفل كده لازم ندوس على دي عشان متلفش الاستيك ملفش، هدوس عليها بالشكل ده ايه كده. دي هتخلي الاستيك ما يقعدش يبوم ماشي، والتانية نفس الطريقة.